عندما تقول الله أكبر وتقبل على الله تبارك، تقف أمام القبلة وتقول الله أكبر، تحريك اليدين يقول شيخ سنتين بهذه الطريقة هكذا، يقول كأنك تلقي شيئا خلف ظهرك، كأنك تلقي شيئا خلف ظهرك. الله أكبر من ماذا؟ من اللي شاغلني؟ شنو اللي شاغلك؟ أفكر بأمي، أفكر بأبي، أفكر بأولادي، أفكر بزوجتي، أفكر بأصحابي، أفكر بسفري، أفكر بعملي، أفكر بتجارتي. قال لك الله أكبر من كل هذا، الله أكبر من أمي وأبي وزوجتي وأولادي وتجارتي وأصدقائي وسفري وحضري وكل شيء. الله كل شيء وراء ظهري وأنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء. ولذلك لو تلاحظ تكرار هذه الكلمة في الصلاة، يعني فقط في حركتين في الصلاة ما تقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده والسلام عليكم، لكن كل حركات الصلاة الله أكبر. الله أكبر من الذي شغلك عن الله الآن. تفكر في ماذا؟ الله أكبر من الذي تفكر فيه. ما الذي شغلك؟ الله أكبر سبحانه وتعالى. فاستحضار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى مهم جداً.